سامحني. سامحني أنا. أنت إيه اللي جابك معاه عند صاحبك؟ قولي لي الأول، أنت بتعيطي كده ليه؟ وفين البواب وفين جواهر؟ اديت لهم أجازة. حسيت إني عايزة أقعد لوحدي. آه بس أنت ما قعدتيش لوحدك، أنت خرجتي. رحت زرت أبوك. تزوري في نص الليل؟ كنت عايزة أشتكي له منكم من عمايلكم. طب وإيه حكاية سامحني يا رب دي؟ إيه؟ غلط كمان؟ ولا أنا دلوقتي مبقتش بعمل أي حاجة صح؟ طب إهدي، مش عايزة أعصبك كده. أنا كنت بطمن عليكي. انت ايه اللي جابك؟ زهقت مش لاقي حل مع بنتك. جميله خطفت مي. ايه اللي انت بتقوله؟ اختك عمرها ما هتعمل كده. بقول لك ايه، قوم دلوقتي نام، صباح رباح انا هلاقي حل لمشكلتك. هو انت مالك يا ماما؟ تعبانه تعبانه، مخنوقه، حاسه اني بقيت وحيده. ابوك الله يرحمه كان شايل عني كتير قوي. الله يرحمه، هو السبب في الكل اللي احنا فيه ده. كان لسه عايش كانش حصل كل ده، كانش حصل كل ده. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.